لما كان فتح جلولة وتكريت وقدمت الوفود على عمر، رآهم متغيرين قد أصفرت وجوههم وضعفت أجسادهم، فقال عمر: والله ما هيئتكم بالهيئة التي خرجتم بها، ولقد قدمت وفود القادسية فما كان مثلكم، فما الذي غيركم؟ قالوا: وخمة البلاد ورطوبتها يا أمير المؤمنين. وجاءه كتاب من حذيفة، وكان مع حذيفة سعد، وفيه: إن العرب قد أثرفت بطونها وخفت أعضادها وتغيرت ألوانها. فكتب عمر إلى سعد: أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟ فكتب إليه: إن العرب خدهم وطفى ألوانهم وخومة المدائن والدجلة. فكتب إليه عمر: إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق قبلها من البلدان. بعث سلمان رائدا وحذيفة: فليرتدا منزلا بريا وبحريا، ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر. فبعث سعد حذيفة وسلمان، فخرج سلمان حتى أتى الأنبار، وهي اليوم موضع الفلوجة، فصار في غربي الفرات لا يرضى شيء حتى أتى الكوفة، وخرج حذيفة فصار في شرقي النهر لا يرضى شيء حتى أتى الكوفة. والكوفة من المعروف على الحصباء، وكل حصباء ورمل مختلطين فهو في اللغة كوفة. فأتيا عليها وفيها أدبار ثلاثة: دير حرقة، ودير إم عمر، ودير سلسلة، وخصاص خلال ذلك. فعجبهما البقعة فنزلا فصليا، وقال كل واحد منهما: اللهم رب السماء وما أظلت، ورب الأرض وما أقلت، والريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، الشياطين وما أضلت، والخصاص وما أجنت. بارك لنا في هذه الكوفة واجعله منزل الثبات. وكتب إلى سعد بالخبر. ولما قدم سلمان وحذيفة على سعد وأخبراه عن كوفة، وقدم كتاب عمر، جمع سعد قواده وارتحل بالناس بالمدائن حتى عسكر في الكوفة، وكتب إلى عمر: إني قد نزلت بكوفة منزلا بين الحيرة والفرات، بريا بحريا ينبت الحلي والنصي، وخيرت المسلمين بالمدائن، فمن عجبه المقام فيه تركته فيها كالمسلحة. فبقي أقوام أكثرهم بنو عبس. وكتب عمر إلى سعد بأن يدعو صاحب التنزيل، أي مهندس العمار، أن يحدد لهم خطط المدينة ويجعل فيها شوارع بعرض 40 ذرعا، أن يجعل فيها أزقة بسبعة أذرع، ليس دون ذلك شيء، وشرعوا ببناء المدينة.